السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عارف مشاكل بيأكد على صفحته على الفيسبوك أن ديفيد نيزانو رئيس اللجنة الدولية للألعاب البحر المتوسط يقول: أنا سعيد بهذه البداية مع منتخب الجزائر للكاراتيه، بداية جيدة وسنكمل في بذل مجهودات كبيرة، والناس هنا رائعين وهنا حافز بالنسبة للرياضيين الذين كشفوا لي أنهم سعداء بالتواجد بالجزائر. وأود أن أوجه شكري لرئيس الجمهورية الجزائرية تبون على هذا الحفل الضخم لافتتاح الطبعة 19 للألعاب المتوسطية، والعرض بالدوران كان رائع لأول مرة في حياتي أشاهد عرض كهذا، كما أشكر كذلك سليم دادي. طبعا بنتمنى كل التوفيق لإخواننا الجزائريين في تنظيم الطبعة 19 من ألعاب بحر الأبيض المتوسط في وهران الكلب. ولا تنسوا الاشتراك، لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.